صالح نفسي بشيء يعني؟ كل شيء، أنا راح أسألك أسئلة وأنت راح تكون صريح مع نفسك. تمام. طيب وش رأيك قبل يعني ما تصارح نفسك نشوف أخوياك كيف صارحوك؟ تمام. فيه يعني مصارحات من أخوياك في الفازة، أفتحها؟ قل بسم الله. بسم الله. حطها على الكاميرا وورنا وش قال. فؤاد شخص ناجح بس لو يترك عنه المزح الثقيل. توقعت عرفت اللي كتبها؟ لا ما قد مزحت مع أحد من أخوياك مزح ثقيل. أنا مزح معهم كلهم. تدري ليه؟ ليه؟ لقيت اليوم ولاعة على الطاولة. أيوة العيال راقدين، في واحد من الشباب راقد الله يكرمك رجله طالع عن الكرسي. أيه. شبيت قام يضرب رجله طع طع. عبد الله العيالي الله يسير الخير. تتوقع ان صاحب هالسؤال؟ ما ادري اتوقع، انا فلمت فيهم كلهم اغلبهم يمكن 7 ولا 8 ابغى اشوف رده الفعل. طيب يعني برا البرنامج كنت تسوي مثل هالمزح الثقيل مع اخوياك؟ هو مو مزح ثقيل يعني يمكن تولع فيه. مو مزح ثقيل؟ ها تولع فيه النار. مو مزح ثقيل هي ولع بس كذا احرقه وافك. طيب يعني اخوياك اللي قبل البرنامج كنت تمزح معهم المزح؟ عادي والله امزح قوم عادي. شوف ما قد احس انا ما امزح. صلى على النبي ليش اخترت 7؟ انا ما امزح الا اللي امون عليهم واعرف رده فعله. تمام. كيف تعرف يعني تمون عليه وكيف تعرف رده فعله؟ انا اعرف الشخص سواء رحت معه او ودت معه. احنا ترى لنا 10 ايام في اليوم الاول منا على بعض. انا ما اتكلم عن اخوياك اللي برا البرنامج. أخوياي برا أغلب أخوياي اللي برا البرنامج عيال عمي. عيال عمك مزهم نفس مزحي كنا متعلم منهم. ما تزعل أنت من مزحهم؟ لا أبد أبد أبدا ما قد تخانقت مع واحد من مزح إلا تذكر. لا يمكن في واحد مزحت عليه مزحة خفيفة بعد توقع بعد المدرسة قبل 5 سنين حولها ما زحت أنا وياه أمزح وأمسكه أضرب به الأرض وقام وقلبها جد. إيه يا ولد أشلمك يا ولد. قال تعال تكفى. طيب يعني أمزح وبعدها والله فكيت أمزح سنة وبعدين عودت معي. وخسرت رفيقك هذا اللي تهاوشت فيها؟ بالعكس تهاوشته وخلاص وخلاص. أبدا شرك هو اللي دفع بعد دفع معنا ما قصر. حنا على روح واحد كل اللي يمشي معهم انا اعرفه صح. مثلا انا لو اني صديقك ومن عليك وتمن علي وتمزح معي هالمزح بقول يا اخي صداقتك هذه اعرف طبعك. انا انسان بمشي معك بعرف طبعك بعرف اني لو اسوي الشيء ذا معك تزعل. بعرف لو اسوي مع فلان بيقول عادي تنحسى ويردها لي. انا احب اللي يردها لي على العيال كلهم اتوقع كل واحد بولع يتحرني يرقد. ما قد أنت مزحت زعلت من مزح؟ لا أبدا. طيب نشوف الانتقاد الثاني من أخوياك. طيب